طويلة شوية، فبدعو من حضرتك يا ريت تكمل معايا الحلقة للنهاية، ولو كنت جديد معايا في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو احنا بننزله. قبل ما نتكلم على المباراة هنتكلم على تشكيلة النادي الاهلي، وهنتكلم بكل التفاصيل وازاي مارسيل كولر ده فعلا راجل عبقري. مارسيل كولر بدأ في حراسة المرمى محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ويحيى عطيه الله، لعب بثنائي في وسط الميدان اكرم توفيق ومروان عطيه، ولعب بثلاثي مقدمه بيرسيتا وامام عاشور وحسين الشحات، ولعب بمهاجم وسام ابو علي. على فكره وسام ابو علي خد افضل لاعب في المباراه. طيب عايز اتكلم بس على التشكيلة وازاي الراجل ده عبقري. الحقيقة مارسيل كولر ده راجل عبقري، لعب بالتشكيلة اللي نهى بيها الموسم الاخير، ويعني باستثناء تغييرتين، يحيى عطية الله نزل وبيرسيتا ومكان رضا سليم. زي ما احنا عارفين ان كان رضا سليم هو اللي كان بيلعب اساسي في المباريات الاخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز طبعا، لان بيرسيتا كانت اصاباته كتير، ولكن ده فكر كبير جدا من كولر يحسب له وشهادة تتقال في حقه ان هو مدرب عبقري، اللي هو ما تفلسفش وما فننش في التشكيل، ولعب بالتشكيلة الجاهزة، ولعب بالتشكيلة يعني المتجانسة مع بعضها، واللي نهت بطولة الدوري المصري الممتاز. بكده النادي الاهلي انتظر 3-0. محمد الشناوي الحقيقة شال هدف في الشوط الاولاني، كان هدف يعني لو كانت الكرة دي كانت دخلت كانت ممكن يعني المباراة كانت يبقى ليها حسابات تانية خالص، ولكن محمد الشناوي الحقيقة يعني صمام امان لخط دفاع النادي الاهلي. محمد هاني اللي انا كنت يعني اتمنى ان مارسيل كولر يريحه ويبدا بعمر كمال عبد الواحد، خصوصا ان محمد هاني لعب مباراتين في تصفيات الامم الافريقيه مع المنتخب الوطني مع الكابتن حسام حسن. كان نفسي الكابتن مارسيل كولر يريح محمد هاني ويبدا بعمر كمال عبد الواحد، ولكن زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه ده فكر، وفكر كبير جدا من مارسيل كولر. رامي ربيعه اللي الحقيقه يعني بيسبب يعني ازعاج للجميع، يعني انت بتتكلم عندك اتنين مدافعين تقال الاهلي متعاقد معاهم، اللي هو يوسف ايمن اللي بيشبه كتير جدا ستايل محمد عبد المنعم، واشرف داري. الحقيقه اتنين فردتين دفاع اقويه جدا، ورامي ربيعه بيحرج مارسيل كولر. يعني رامي ربيعه بيواصل تألقه مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، جايب جون في اخر مباراه للمنتخب، والنهارده جايب جون التقدم للنادي الاهلي في الشوط الاولاني. الحقيقه رامي ربيعه بيقدم مستويات كبيره كبيره جدا، وده رامي ربيعه يا جماعه اللي يوم الاهلي ما تعاقد مع بيتس وموسيماني، موسيماني كان عايز يمشيه وكان قاب قوسين او ادنى من الانتقال الى نادي المقاولون العرب. بيتسو موسيماني اللي فضل ميكيسوني على سفيان رحيمي، ده بيتسو موسيماني، ولكن هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر، وانا بقول لحضراتكم بيتسو موسيماني مدرب فقير فنيا. هنتكلم كمان على ياسر ابراهيم النهارده اللي بشكل كبير بيعوض غياب محمد عبد المنعم، واللي انا بقول ان مفيش مدافع في مصر ولا في افريقيا يعوض غياب محمد عبد المنعم، ولكن ياسر ابراهيم خلانا النهارده محسناش، يعني الحقيقه محسناش كتير بغياب محمد عبد المنعم في وجود ياسر ابراهيم بجوار رامي ربيعه. يحيى عطيه الله اللي انا مش هتكلم عليه كتير ومش هحكم عليه، لان بصراحه يحيى عطيه الله مش محتاج حد يتكلم عليه، لاعب دولي، لاعب اساسي في المنتخب المغربي لكره القدم. يحيى عطيه الله بقاله اكتر يعني من 4 شهور او 5 شهور ما بيلعبش، يعني ده الطبيعي، هو وزنه زايد شويه، وانا سمعت ان مارسيل كولر عامل له برنامج بدني قاسي جدا علشان ينقص وزنه، وعلشان يحيى عطيه الله يبدا يخش في التشكيله. هتبقى يعني في عوده علي معلول هتبقى منافسه شرسه، منافسه قويه جدا بين يحيى عطيه الله وعلي معلول. انت بتتكلم على افضل 2 باكات شمال في افريقيا، علي معلول ويحيى عطيه الله. فالحقيقه يحيى عطيه الله النهارده عمل مباراه جيده، يعني كم كوره كويسه كده لعبهم، وكان قافل الجنب الشمال ده ضبه ومفتاح،
وعلى الأقل بقى عندنا باك شمال كويس جدا وباك شمال قوي، يعني أنسب بديل لعلي معلول يعني يزق النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. أكرم توفيق ومروان عطية، اللي أنا شايف إن الحقيقة مروان عطية كان مع منتخب مصر كان أداؤه أفضل من كده، وشايف إن هو متهور، وشايف إن هو بيلبس نفسه إنذارات ملهاش أي 30 لازمة. مروان عطية بيلبس نفسه إنذارات ملهاش أي 30 لازمة، فلازم مروان عطية ياخد باله من الحتة دي كويس قوي، ولازم يبدأ يشتغل عليها، ولازم يعرف إمتى يعمل فاول تكتيكي وإمتى ما يعملش. بيرسيتاو عريس اليوم، بيرسيتاو عريس اليوم، لو تفتكروا ان احنا في فترة الانتقالات اتكلمنا ان النادي الاهلي بيفكر ان هو يبيع بيرسيتاو، والاهلي بيدور على عرض البيرسيتاو، وبيرسيتاو مش راضي يمشي، وبيرسيتاو قال لهم عايزين تمشوني تدينوا بقيت عقدي. الحقيقة وبكل امان عايز اكلمكم ان بيرسيتاو على فكرة ما بيفكرش في الفلوس، ما بيتكلمش على امور مادية. بيرسيتاو قال انا عايز استمر مع النادي الاهلي واعمل تاريخ مع النادي الاهلي. الحقيقة يعني لاعب ذكي قوي، بيرسيتاو لاعب ذكي قوي، خصوصا ان النادي الاهلي مقبل على بطولتين قوية اللي هي الانتر كونتيننتال وكأس العالم للاندية السنة الجاية. فبيرسيتاو بيفكر تفكير يعني خارج الصندوق، بيفكر ان انا ممكن في خلال البطولة دي اكون متألق في البطولة، يجي لي عرض قوي وارجع لأوروبا تاني من خلال بوابة النادي الاهلي. فهو تفكير ذكي وتفكير منطقي من بيرسيتاو. النهاردة احرز هدفين للنادي الاهلي، هدفين الحقيقة ولا اروع من كده. بيرسيتاو بمتابعة في الهدف الاولاني وعدى الحارس وحطها، ومتابعة ايضا في الهدف التالت، متابعة ايضا بعد ما محمود كهربا او اسامة ابو علي، بعد ما اسامة ابو علي اتكعبل في المنطقة، ولكن بيرسيتاو لقاها قدامه فقدر يحط الهدف التالي. امام عاشور اللي انا شايف الحقيقة انا مش هحكم عليه دلوقتي، لان انا شايف امام عاشور مستواه متراجع جدا من اخر اربع مباريات في الدوري. امام عاشور مستواه متراجع من اخر اربع مباريات لعبهم في الدوري، مش هو ده امام عاشور اللي بدأ الموسم. حسين الشحات اللي انا شايفه برضو، حسين الشحات بيلعب فرد كتير، فلازم حسين الشحات يكون ايجابي ويكون يعني جماعي اكتر من كده، لان النادي الاهلي مش مستحملة اي غلطة ومش مستحملة اي هجمة، لان انت ممكن في خلال المباراة تكون مباراة مع رقبة معاك، فلازم تكون جماعي ولازم تكون ايجابي على المرمى، علشان النادي الاهلي مش مستحمل اي اهدار للفرص. وسام ابو علي اللي النهاردة ضيع جونين ما يضعوش، الحقيقة يعني وسام ابو علي ضيع النهاردة جونين ما يضعوش. فوسام ابو علي طبعا حدث ولا حرج، مش هتكلم عليه كتير، لان وسام ابو علي كلنا عارفينه هداف الدوري المصري النسخة المنتهية. ووسام ابو علي اخر هدف جايبه مع منتخب فلسطين المباراة الاخيرة. فوسام ابو علي الحقيقة يعني مش عايز اتكلم عليه كتير، لان وسام ابو علي كلنا عارفينه. ولكن المباراة بمجملها وبشكل عام النادي الاهلي عمل مباراة تكتيكية كبيرة جدا، ضغط في اول ربع ساعة احرز هدفين، وضغط في اخر ربع ساعة في الشوط الثاني احرز هدف، وسايب الاستحواذ طول المباراة لفادي غورماهية، وقال له استحوذ زي ما انت عايز، امسك الكرة زي ما انت عايز، ولكن الاهلي بيعطي انذار قوي، بيعطي انذار قوي، ونادي الزمالك يعني بيستعد بقوة لنادي الزمالك، خصوصا ان الفرقة دي هتيجي عندك هتديها 2 3 برضو ولا 3 4، هتبقى بروفة قوية لنادي لمباراة السوبر الافريقي المقرر اقامتها يوم 27 من الشهر الحالي. الف مبروك للنادي الاهلي، الف الف مبروك للجهاز الفني ومجلس الادارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وبشكركم. وياريت لو جديد معايا في القناة ادعمنا بلايك للفيديو وباشتراك في القناة وشير علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تفعل الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا. بشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الحلقة للنهاية. اشوفك على خير، مع السلامة.